برضو يعني دي سايبها الحاجات، بس انا موضوع الاحتراف دوت انا يعني بره ان انا سايبه، يعني طبعا هو انت عارف بره مش هيبقى غير خليج، غير امارات، غير دبي، يعني في قطر الحاجات دي اللي هتبقى موجوده. يمكن انا كنت من يومين كنت بتكلم مع كابتن ابو تريكه، يعني ابو تريكه يعني علاقتي بيه كبيره، طبعا وعلاقتي بيه يعني طول عمرنا من زمان، هو اخويا الكبير. يعني ابو تريكه بيجيب لك حاجه هناك. لا هو كان بنتكلم وبتاع، وقال لي الموضوع انا اي حد يتمنى جديد الارقام بتاعتك دي، اي حد يتمنى طبعا حاجه محترمه، واللي انا شايفه قدامي في اللي انت بعته لي الارقام اللي انت بعتها دي حاجه يعني تحسب لك، وحاجه يعني الناس تتمنى حاجه زي كده يعني. ف صحيح، هو ابو تريكه يعني علاقته كويسه يعني جدا بالاخوه في الدوحه طبعا والاخوه في قطر وبالانديه، يعني علاقته جيده جدا للانديه، لان ابنه بيلعب دي هناك حقيقة. وهو على طول بيروح يتفرج على على الماتشات ويكلم لك سعدون. بس هو سعدون ماشي سعدون خلاص، انت كويس انت قلت له. كلم سعدون ابو تريكه لاحمد شديد قناوي يكون موجود في قطر السنه الجايه. واحمد شديد قناوي بصراحه يستاهل، لان انا يعني فعلا بقول لكم ان فعلا والله مش بقول كده يعني لاي حاجه، لكن فعلا قدم مستوى مميز جدا هذا الموسم. مش اللي هو بيلعب بس، يعني بيلعب وبيشارك وليه دور كبير جوه الملعب في قيادة الفرقة وهجوميا ودفاعيا.